يا دكتور، اشمعنى السيدات هي تبقى اكتر عرضة ليها عن الرجال؟ ده له اسباب هرمونيه، لان طبعا بيبقى في الرجاله طبعا مختلفين عن الستات في طبعا في التكوين الفسيولوجي بتاعهم، وله علاقه برضو باللايف ستايل والحياه، وان اللي بيتحرك اكتر دايما بيبقوا الرجاله. طبعا ده الكلام ده اختلف طبعا دلوقتي، السيدات بيشتغلوا زي الرجاله بالظبط، لكن ما زال نسبه الخشونه في السيدات اعلى تقريبا ضعف او يمكن 3 اضعاف كمان نسبتها في الرجال. ده بيختلف من مجتمع لمجتمع، لان الاحصائيات اللي احنا بنقولها ليها علاقه مثلا ما بنتكلم على اوروبا وامريكا، غير ما نكون مثلا بنتكلم عن اليابان، او غير ما نكون بنتكلم عن الشرق الاوسط زي مصر. كل منطقه بيبقى ليها احصائياتها المختلفه، لكن مازال السيدات طبعا اكثر عرضه من الرجال، ده اكيد. ايوه. طب يا دكتور